روى عن سيدنا الحسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ذكرت عنده، كتبوا هذه، كتبوا من ذكرت عنده فخاطئة الصلاة علي خاطئة طريق الجنة. سهل، ماشي طويل. من ذكرت عنده فخاطئة صلاة علي خاطئة طريق الجنة. في حديث آخر: أبخل البخلاء من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. هنا أكثر، هذا غير بخيل وتنات الوقت. لا، هذا ما عرفش طريق الجنة، ما عرفش طريق الجنة. شنو طريق الجنة؟ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن ماشي معنى أنه اللي صلى على النبي راه عارف طريق الجنة، راه غادي يمشي للجنة. قال لك دير اللي بغيت، أنا صليت على النبي وكتقول الناس كان الله وسلم هكذا الباب، فما شيء هكذا. ذلك بعد أن تؤدي ما فرض الله عليك، وبعد أن تترك ما نهى الله عنك، وبعد أن يكون في قلبك حب لله ولرسول الله. هيهات هيهات. إن بعض الناس كيظنوا بأن المسألة خلقاتيرة وسحر، غير نقول الصلاة على النبي ندخل الجنة. لا لا لا، هيهات. سنعملوا لها. ومن أراد الآخرة وسعى فسيعلمون.